كم عقد صادق يا اخوي والله صادق يا عيال وين يجي الشاحنات ما يدخلون المسابقات ها تخيل شاحن تقول لك والله اني شفت معك بعد انهم يتصافقوا اخو الامشاء اي والله صافق تمنه وصافق تمن ذاك شارك فيها لو شفت يا رجال علوم جعنا حطوه على ليده شنو تثريث مطح على حياه من زمان يا اخي هذا ماشي على مبدا رجال هاي ان شاء الله زين ان شاء الله يلا تربع دي رب السعوديه يا رب العالمين يبلها زجيج بس بين عندها هو هل هو السعوديه كلهم يا ابو علي شوف الرجال ذا يوم يقول ديجي اللي يحطون طحين صافقون طاح ما يشارك في اللعبه الا واحد من رقبه عشان راسه ما ينحطم لا تضحك علي هم عاين هم 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 يجي عليك ذرينا اشي يم مظهروا على القاع علمتك صلي على النبي يا اخي ليش ما تشارك بروسيا وين بروسيا جمالك هذا لا لا مو جمال يا اخوان هذول انت ما تدري اني ما بعطيت طبيت المطار ما ادري وينه ما تنشدين تقول رحله ما دلت انا هلك مطار ما برنامج حق سفر انا ما بعت سفر ما تشله او صدقك هذا بتشني طفت ترت لانه طياره انا شايفه انا شايفه وين شايفه في مطار دبي الخليج صح ايه في المطار صح اما برا برا ما بعبر تروح تقول طياره المطار انت كلام دبي يعني. مطار وين ابو سريان رحت راح اخطب انا سفر طياره انا شايفه في المطار ها هو طالعين بعدين تقول ها سفر طياره سافرت بس بعد سافرت انا برا يعني برا ما بعد ادري طياره ركب طياره ركب طياره يوم جت تمشي ترترت غطت فيه لا لا وقفوها وقم زينون بواجيها وردوها عليها حملة زايدة عملها حملة زايدة ألتمس فيها البواجي ألتمس نزلوني ركبني بطيارة الثانية طلعها 32 هو مع الشنطة زادة والربع والله أنا وأنا في عرض السماء في عرض السماء في الطيارة سنة الطيارة فيها عندها علوم مدري هزة في السماء مطبات هوائية اقول في خاطري يا اخوي الطيارة بغيت انظر الطيارة بس السماء تهتز يوم بغيت انظرها بتسنجي عندها علوم مطبات هوائية ما شاء الله تبارك الله دلت انظرها وانا فيها هم اطيح انا ويا العربان اللي معي بس بيني وبينك سلام الله بيني وبين هذه مطبات بس لا شفتوا طيارة على اشكاك تدري وش اليوم انا ما البس انس على هلا لا مزيد حد عبه لا مزيد حد عبه الرجال اسقط هتدري اني اقول امزح يوم اقول في دبي في مطار دبي الله يبيعك اقول يوم اللي في دبي امزح سب يوم اللي اقول في شايفك في مطار دبي والله اني امزح صادفه ها صادفه لا تركصت صارت انا من العام مسافر وصوب دبي ها صادفت والله ما شفت والله ايوه جيت عند محلك توني جاي من الامارات بعد قبل ثلاث اسابيع جاي دبي ترى في الامارات على فكره الحمد لله رحت انا طعمك ابو ظبي ورحت كلنا من يوم ظهرت من المنفذ لين جيت انا طال عمرك ابو ظبي والديار ذيك وانا رايح تمشى انا واشتري سفر ابعد رحله انا رحت لها امريكا 12 ساعه طياره سياحي بعد انا ابعد رحله رحت انا لها صوب الامارات تدري وش سويت انا امريكا والله 12 ساعه والله اوف اوف من الكويت من الكويت في دايركت 12 ساعه وفي ترانزيت في ترانزيت لندن وفي ترانزيت تركيا ساعتين لا لا يعني لا لا. 16 يعني ساعه يعني لندن مثلا تجلس ساعتين ثلاث ساعات وبعدها تروح تكمل طريقي تبدل من طياره لطياره وتركيا تبدل وفي لا الدايركت على الامريكيه 12 ساعه تحلك في الجو انت يوم قلت اقول تمشي صبح ليل صبح ليل وانت قاعد كذا ايش رايك في اللي قاعد 14 ساعه انا مسافر اي تقريبا هي 15 ساعه وين دنوسيا مع ترانزيت قريبه هي مو سبع ساعات رحت من مطار الملك خالد المطار خليفه قطر ايه ومن قطر كم ساعه 14 ساعه من قطر الى جاكرتا شوف مرت واحده لحظه رايحه مستحيل يعني تايلند من الكويت لتايلند كم ساعه جلست في قطر اربع ساعات سبع ساعات تقريبا سبع ساعات هناك 11 بسوي ترانزيت 12 ترانزيت الرجال شو يقول 12 ساعة في الطيارة ما نزل تطير 12 ساعة وانا اطير وقف 7 ساعات ونزل وكان 11 ساعة 15 ساعة قولوا لا اله الا الله مع ترانزيت مع يا اخوي لا موفق حبيبي ليش ترانزيت لا رحنا من مطار الملك خالد الى مطار حمد جلسنا فيه 3 ساعات او ساعتين ونص ايه احسبها هذه مع الحسبه 14 ساعه وحين في الجو من المطار لين
قريب ثلاث ساعات. هو حسب الساعات كلها. لا لا ما حسبت الساعات. من مطار من مطار حمد إلى جاكرتا. من مطار قطر لجاكرتا. لا جاكرتا وحين في الطيارة 14 ساعة. الطيارة تمشي على بيت. قد رحت انت؟ انا اعرف انه ما طويل، اعرف انه 7 ساعات. انت قد رحت؟ لا قد رحت انت؟ لا الاندلس ما قد رحت. او تروح من الرياض على الاندلس. اسال اي واحد قد راح الاندلس. انا مرت انطلع عمرك ساري من الامارات. مرايح خط ما الله الله مايش ينطلع عمرك عصير عصير عصير. اي والله من دبي. لا قريبه. واجيك ساري. سبع ولا معي اخوي اللي خبلان ما عاد راح ما عاد تعدى والمنفذ. واجيك ساري انا وياهم. انا ماني بدل بلا شغلان على الموقع. فجيك يوم خرجت انا طبعا في منفذ البطحه بيعاد الخرجه بديرتي. فاقوم يا طول عمرالتي هنا في السوالف وهملت انا الموقع سقيت انا منه. اثرني رحت انا مع الخط اللي يبرا يبرا طعم القطر اللي يروح هناك صوب سلوى صوب منفذ سلوى. ايوه طريق الحسن ابوه. على طريق الحسن. واجيك ابرا له. تاخذها له. وليلي وليلي. وليلي. لين جيت انا ادور الزبير اللي عند اللي عند المحطه. اللي اللي عند المنفذ ما بيني وبين المنفذ الا كيلو. يا رجل انا وين نبي؟ احنا في سلوى عند منفذ الاماره. انت بطريق حرام. منفذ قطر. تبي حرام. انا ابي الخرج ابي الحرام والخرج. يا ليل السرا يا زد حول الفجر. حول الفجر تالي لي هنغدي وهنغدي وشغل الجوال طال عمرك ونجيك ساريين منا وناطا الحساء وناطا الديارضيه هم نعود هنا هم ناطا حرب هم يجيك لينجل الخارج والله ما جيت انا الخارج الا الساعه 7 الصبح ماشي من العصر ضياء ماشي من العصر ولا جيت انا ديرتي الا الساعه 7 تمشي هذا اخويا مو بذكر الا تراها خيره الا تراها خيره يمكن ضياعكم ذا بس جيت لي ديار ما بجي اللي يمكن ضياعكم ذا سواكتك من شويه اقول لك شيء يمكن ضياعكم ذا رادكم من شيء سبحان الله العظيم ما تدري خيره اقول لكم يا الربع قبل الناس كانت تسافر على خرايط السيارات حنا انا قاعد اقول الحين لو حنا الحين بوصله اتجاه لا خليكم خريطه حنا وش بيكون الوضع يو وش بكره وانا ما هم مسافرين ما اقعد عند حنا انا اقول يا ولد ما مثل انك تعتمد على مخك هم المواقع دي ترى تلخبط يا اخوي كان يمشون على النجوم على النجوم تعرف النجوم والله انهم كانوا يروحون على النجوم ويسمون هذا ايش دراني اسمع كلها نجوم يا رجال يروحون على النجوم لا حط النجمه ذيك على يسارك على حجاجك انا لا عينت انا النجمه ذيك على يسارك ايش سويت يا اخوي يعرفون ثلاث اتجاهات يعرفون خله في اتجاهات اذا لفيت يمين على يساري واذا لفيت يسار على يمين لا لا بالشرق والغرب هم اتجاهات يعرفونها الشمال بالضبط وكل واحد واكب جيله انا معك انا معك ممكن تقول هذه على حجاج اليمن لو رحت هناك جات على حجاج اليمن لا لا لو لفيت يعني بمسكوا الشرق من الغرب انت قد سمعتوها من الشيبان انا اسمع الشيبان بس الشيبان ضايعين الله يجزاهم خير بعضهم ضايع يدلون يا اخوي بعضهم ضايع لا والله الدليل ابو توك اسمع كل هنجوم تفضل هو هنجوم يا الربع رجال عزمك على عزبه صارت وياكم واجد عدل وتلقاه في نص البر عزبته في نص البر حلو مقطوعه وتضيع انت يقول لك وين مكانك تقول له بالمكان الفلاني فجاه يطلع لك ما تدري وين صارت وياكم ما يحتاج لانه عارف انه يلقاه لا برق عنده بس ما تدري وين يجي طلع كنا طلع من تحت الارض الله الله واجد ولا امشي 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 لين تجيك الشجره الفلانيه حني منها كذا ها مكانك بيشعر وينك من وذا الشعب كله وينك من الابراق الفلاني جاك عرق اقول لك بنص البر حتوك سعبر انت في ديرتنا 200 كيلو في 200 كيلو لو توصل لي مكانك عرفت وين لا يا اخوي وبجيبوا انت هات طيب رايك انت طيب رايك يا حسن انا بسالكم رايك يا حسن في حاجه يا ابو شريان ولا يهونون الربع ولا تهون ابى اسالكم سوا انت وواحد من اخوياك عز اخوياك عزمك واحد وحلف عليك انت ويا اخويك تمشوا رايحين في رحله المهم انها عز كلمك واحد تعزه مثل ما عزه ذا اللي معك وحلف عليك بكرامتك زين وقال الله يحييك ما يدري ان ذا معه وذا ما يدري ان ذاك اللي عزم حلوين مضبوط قال انا قال انا معزوم من عند واحد من اخوياي وان شاء الله انه بيفرح بك قال اللي يعز عليك يعز علي صحيح ولا في الهرجه لا تمام روح
وراحوا يا مقلطوا. لا الرجال اللي عازم بينه وبين خوي الرجال ذا شق والبعج. أوه. مشكلة كبيرة. شان وجه المعزب والضيف. يعني تلخبطت بينهم. تلخبطت المشاعر. اي بينهم مشاكل. وقف ناظر يعني. ايه. قلطهم شوي طلع الرجال. طلع خوي الرجال ذا. سم. طلع وكلم خويه قال انا ترى مشيت. كيف مشيت؟ قال مشيت اشرت ومشيت اشر على الخط ومشى. عرفت ايش موقف الشخص خوي ذا اللي معازمه الرجال ذا المعزوم هل يروح اللي سند رفيقه اللي خويه هو سنده قال انا معزوم عند رجال بتخويني او معلمه قال انا معزوم بتخويني وخاوه الرجال ايه هي هذه اي نعم وش موقفه هل ياكل ذبيحته ولا يروح مع خويه اللي راح انا بجاوب حلو بس كرم حلو ولا تعدى على مطلق نطلع مصر سلام لا انت اول شيء اذا حصل هالموقف اذا كانوا يغلوني الاثنين يقدروني ولا يبينون هذا الشيء. نعم. وكون انه ضيف عليه ما يتكلم ولا كلمة. شوف. عطني شاهد. مشاكل ما تخصه. في مشاكل ما تخصه وياه. تخص حاجات ثانية. يعني ما قدرت. في شرف خصومة. ايه. مهما كان في شرف خصومة. نعم. أنا جاي ويا رايد. وقال لي رايد أنا معزوم عند رياجيل. وأنا رياجيل هذا مختلف وياهم. حلو. تمام؟ أنا أحترم نفسي كوني مع رايد. وأقدر رايد. هي صارت انت وش هي صارت ايش مو صارت بتروح مع خويك اللي راح ولا بتك لا تعال خوي ما قدرني ومشى واذا بينهم حاجه انت ما تدري يمكن هم بينوا حاجه او ان ترى بعض الناس تدس السم في العسل يعني ايه يعني بتعشى لحظه جاء وياه وقلط عند الرياجيل ودك سيارته قالط وتقهوى خذ له يا سلام يا سلام عليك اجل داسين السم في العسل اذا كانوا الناس محترمه نفسها ما اذا اتوقع ما يحصل اذا قدروا اذا قدروا في محله اذا قدروا ما سمع شيء ما حتى ما